ما ازعق وبهدل الدنيا. والله ما تقدري اقسم بالله ما تقدري. طب ما انت ما جبتيليش حاجه تثبتي بيها اللي انت بتقوليه كله. يا سلام، بنتك اسمها ايه؟ بنتك انت مسمياها ايه في شهاده ميلادها؟ انت بتقولي له ايه دي بنتك جايبه له بنت ما شاء الله 8 سنين ولا 7 سنين. طب معلش بعد اذنك، هو انا مش كان ممكن تبعتوا لي ورقه بتضيف قبل ما يجوا؟ ايوه. ايه المشكله؟ يا استاذ شادي، ايه المشكله؟ لا معلش انا من حقي اعرف مين الناس اللي هتحضر معايا الحلقه. ايوه نعمل ايه؟ لا ما انت ما تفاجئنيش، ما تجيبليش اي حد. انا الضيوف موجوده خلاص، لازم نبدا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج المسابقات هوا وهي. زي ما انتم عارفين في ناس كتير بتختار شريك حياتها عن حب، وفي ناس كتير بتختار شريك حياتها بالعقل، وفي ناس كتير بتكتشف بعد مده ان مش هو ده الشريك المناسب. وزي ما انتم عارفين برضو ان العالم كله دلوقتي بقى بيستخدم الذكاء الاصطناعي الـ AI، اللي خلى أم كلثوم بتغني بصوت شيرين، وشيرين بقت بتغني بصوت أصالة، وأحمد سعد في الآخر قال لهم اختياراتي مدمرة حياتي. إحنا بقى عن طريق الذكاء الاصطناعي هنعرف النهاردة الزوجين اللي معنا دول اختياراتهم كانت في محلها ولا فيها كلام تاني. فاصل وحنرجع تاني مع ضيوفنا. صوتكوا طالع يا جماعه، مايكاتكوا شغاله. اوكي، انت جيت من قطر امتى؟ بقالي بتاع سنه ونص. الحمد لله السلامه. الله يسلمك. لسه المطعم التركي ده مفتوح في قطر؟ موجود. كان في السد باين صح؟ السد. جميله قطر، كانت احلى ايام بجد. ورجعنا لكم تاني مع باسم ومريم، وهنسالكم اول سؤال. باسم، الذكاء الاصطناعي بقى مهيمن على العالم كله دلوقتي. اكيد. طب انت ايه رايك ان الذكاء الاصطناعي هو اللي هيحدد نسبه العلاقه بينك وبين مريم؟ هتصدق في ده ولا لا؟ لا اصدق، هو في الزمن اللي احنا فيه حاليا مفيش حاجه تبقى خارجه عن توقعاتك، اي حاجه حاليا متوقعه يعني زي ما قلت في المقدمه ان ام كلثوم تمام بتغني صوت شيرين، فيعني اي حاجه متوقعه يعني. انت بتفضل الذكاء يعني انا عارفه ان انت شغال في مجال المحاسبه، انت بقى بتحب او بتفضل الذكاء الاصطناعي ولا الذكاء البشري؟ لا بالنسبه لي الذكاء البشري طبعا، عشان يعني انت شايف ان انت مخك اكبر من ال مش مخ اكبر بس يعني هو بيبقى فيه يعني زي ما بتفكري مخك برضو بتفكري باحساسك ان كنت مثلا مرتاح للموضوع ده او مش مرتاح للموضوع ده. فالذكاء الاصطناعي هيحدد لك كل حاجه زي القطر يعني كل حاجه بالثانيه. فاصل وهنرجع تاني مع ضيوفنا. بس مش فاهمه يعني انت دخلتي انت يعني حاسه كانك استاذه هتبريك بس بنتك بس عايز كل سنه. انا تعبت وعايزه اروح، خلي صبايا يوصلني. انا تعبت لحد يوصل. لا لا بابي ايه؟ لا حدش لا ولا انا بتقول لك على الموبايل. مو انت بتصوري، هو صور عن بيتك انت وانت انا عارفه. بابي لا يا حبيبي قلبي لا. يلا 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 وانت بابي لا لا بابي ايه يا مون لا يا حبيبتي يلا حبيبتي وين الشغاله؟ وين الشغاله؟ بره. طب ليش ما رحتي لها؟ بابي انا عايز اعرف ده بابي ولا لا. يلا يا بابي يلا يا مون يلا يا ندى. معاك فاصل قد ايه؟ انا خلاص 20 دقيقة ازاي يعني؟ هو انتوا يا جماعة مش مركزين النهاردة ليه؟ 20 ثانية. نهدى شوية. لا انا مش قادر اصدق انتوا مش مركزين النهاردة كده. مريم نهدى شوية. ما تنزل اعلان تاني 5 دقايق بقى بالمرة. يا ندى في ايه؟ نهدى شوية. لا معلش طلع اعلان تاني 2 دقيقة كده. معلش. اتجهت الاعلان امتى اصلا؟ نعم. اتجهت الاعلان امتى؟ ايه التحول المفاجئ؟ لما نزلنا من هناك. اوكي. طب النطه دي ازاي جت النطه دي كده؟
والله الدنيا بتحطك في ظروف تخليك تضطر تبقى تنحت في الصخرة عشان تعرف تأكل وتشرب وتربي. بابا لما توفى احنا فلوسنا كلها راحت، انت عارف القصة، وده اللي كان سبب نزولنا يعني. استاذه ممكن بس تعرف يا باسم انتوا اسوأ حلقه عملتها النهارده. استاذه بعد اذنك. نعم اتفضل. ممكن الحاجات الشخصيه والانسانيه والعاطفيه دي تبقى بعد الحلقه؟ لا مفيش عاطفيه ولا حاجه، وعادي الموضوع كنا زملاء. و يعني بس احنا عايزين، لا ده بالنسبه لحضرتك، عايزين نبقى بروفيشنال بعد اذنك. استاذه مش بالنسبه لحضرتي خالص، بتتكلم عن نفسك، ما تتكلمش عنك. بقول لك ايه حضرتك، انت عندك وقت ممكن تملاقي اعلانات. انا مضغوطه مش قادره اطلع لك هوا دلوقتي. طب ماشي انا مضغوطه مش قادره اطلع لك هوا، انت يعني اطلع اعمل ايه؟ اطلع اقعد اقوى قدام الناس؟ طب احنا هنبدا الحلقه. انت عايزه ايه دلوقتي؟ ما تبداي الحلقه. انت قاعده، انت وراكي ايه في حياتك؟ بتعملي ايه؟ انت ما بتشتغليش اصلا، عايزه ايه؟ كنت بشتغل. طب خلاص خليكي قاعده لحد ما يجي لي مزاج انهي الحلقه. مزاج؟ مزاج. لا ما تقوليليش انا كده. طبعا لا اقول، لا ما تكلميش بالاسلوب ده، انا ليا حق اخده منك ومنه النهارده، وانا عجباني قعدتك منه. انتوا براحتكوا، انت اصلا يعني ابتكار حوار، الموضوع كله حوار يعني، فانا اصلا مش مقتنعه. هي نفسها ما اقتنعتش والله، ما اقتنعتش اصلا خالص. انت بتحبي اصلا تلبسي ال انا بحب والله العظيم، والله العظيم طلعني هوا بس عشان في كلمه عايزه اقولها لها على الهوا. هو انت بتطلعي الهوا بمزاجك؟ تطلعها عشان تقولي اللي بقولك ايه. انا دافعه. دافعه ايه بس؟ مزاجي. فانا مقعداكي كده بفلوسي. لا ما تقوليليش الكلمه دي. لا والله العظيم قولي بفلوسي. عايزه اقطع اقرار والله العظيم ما تقدري تعمليه. والله والله العظيم ما تقدري تقومي من مكانك. طب اهو يلا. لا لا هو ايه بس؟ لا 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 هي دي مذيعه تجيبوها. معلش لا 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 يعني ايه مذيعه تجيبوها؟ يعني ايه مذيعه؟ اي مذيعه يعني ايه؟ هي باسم. هي باسم. ما انت ما خدتيش اصلا اعلان ب 2 جنيه حتى. تقفلي بس. لا 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 دي بتقول لي انت ما تقدريش تقومي. لا انا اقدر اقوم. هي فاكره نفسها مين؟ تعالي تعالي عشان بس في ناس. لا لا بجد فاكره نفسها مين دي؟ طب معلش طب عشان خاطري انا. حد يكون ليه كلمه عليها يوقفني. لا 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 اخرك تطلعي بره الاستوديو وتجري. هي اصلا لا اخرك. ايه؟ تطلعي بره الاستوديو وتجري. ما تعالي كلميني كده يعني فيس تو فيس. تعالي اقعدي وكلميني. اثبت لك ان انا اقدر اقوم وامشي عادي. انت مش ماسكه علينا زله ولا انت اسلوبك ده اصلا اسلوب اعلاميه. خلاص يا مان. انت عارفه انا مفيش اعلاميه اصلا. انا عندي مشكله معاك. مفيش اعلاميه اصلا لوحدك. مفيش. انا مشكلتي مع ده. مفيش اعلاميه بتتكلم مع الضيف كده. فين احترام الضيف حتى؟ انا لو شفتك لوحدك في بيتك. انا معرفتيش شخصيا. انت لو في بيتك لوحدك انا ما كنتش هتكلم معاكي. بصي انا هنا ضيفتك. لا حلقه طب ايه؟ معلش بس حلقة انا عايز عايز اطلب طلب. لو في حاجه خلينا نخلص بره وبعد كده نتكلم. ليه انت بمناسبه دي اصلا بتتكلم؟ خلاص مشيني مشيني. لكن ده انت بتتبلي عليه وجايبه له بنت بتقولي له دي بنتك؟ اتفضلي اقعدي. والمفروض ان انا هصدق؟ اتفضلي اقعدي. المفروض ان انا هصدق؟ ده انت هتشوفي ورقه هيخليكي تمشي معيطها دم من هنا. ماشي وريني دم. جبتها امتى؟ في 7 سنين اللي طولك دي. يرجعني. هو مين ده اللي يرجعني؟ انت اللي ترجعه. انت ايه مشكلتك؟ مش فاهمه ايه مشكلتك. مين اللي رجعك؟ هو كنت اللي هو انت في حقد مثلا عشان تشتغلي مذيعه ما عرفتيش ولا حاجه؟ انت ايه مشكلتك بجد؟ عمرها ما كانت امنيتي. احسن ما تنفعيش اصلا. مش مهم ما تنفعيش. مش مستنيك. يلا 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 سامعه. اوكي يلا تمام. يلا يلا صوتكم لو سمحت. رجعني ورجعنا لكم تاني مع باسم ومريم. اشوفكم في حلقه جديده يوم جديد ونورتوا. حلقه تخلصت. يلا بس خلص الحلقه خلصت كده خلاص. اي انت عايز ايه يا باسم دلوقتي؟ هو انتوا عايزين تنهوا ولا مش عايزين تنهوا؟ ما انا انا عايزك توضحي برضو. تمام يعني انا كده خلاص قوم اروح. خلصنا. هو عمال يقول لي في فاصل تاني. قال لي دخلتي على ركبتي على الاعلان. انا تعبت. المخرج. بعد اذنك يا استاذه مريم استني ثانيه واحده. بعد اذنك خلينا نخلص كلنا ونمشي. ها طب يلا بص انا هاجي لك الثانيه دي اظبط لي الايربيز ونرجع بقى خلاص نخلص خالص. هاجي لك تظبط لي حاجه. هو ورق ايه اللي انت الكار اللي انت مضيق معاك فلوس تدفع ادفع مش مشكلتي. مش هشيل الحلقه على حسابك. انت في ورق ما فيش حاجه يعني ايه عرفتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي كانت معايا في الشغل. تعالي 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 بس ما فيش ورق اللي فيه حاجه.
قصدش على حاجه خالص. تبيش عليها اصلا قبل كده؟ ما قلتليش ليه عليها قبل كده؟ عادي يعني. يعني ايه قعدتوا مع بعض؟ انت بتقولك مخلف. مخلف منين؟ مخلف ايه بس؟ ما ايه؟ الموضوع كان قعد عادي مش حاجه يعني. بس يعني اللي خلاص ما زال بتحصل. انت بتقول لي انا؟ قول لها وقول لنفسك. مفيش حاجه والله. ايه؟ مش موت على حاجه. امال انت خايف كده ليه؟ معرفش مين. والله ما مريح حاجه اقسم بالله. مش عارف خليها هي تجيب بقى تشوف ورقه. الله رجعني من العطا دي. مستفزه قوي. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه والله يعني انا مش بغلس عليها عشان حاجه يعني انا لو شفتها من غيرك انا كنت هتعامل معاها عادي جدا والله انا لو عارف بس والله العظيم انت بني ادم اناني والله انا لو عارف انت موجوده في الشارع من البنت دي بحياتك كلها مش دعوه البنت ما تدخلنيش في البنت انت بتقول بحياتك بجد كلها انت ما اصلا ما كنتش تستاهل تعرف انها موجوده ولا تستاهل الناس كلها كانت تعرف انها موجوده ماليش دعوه بالبنت ما تدخلنيش في قصه البنت مش قصتي ولا حتى تستاهل دفرها بس خد بالك انت ربنا هيسال والله العظيم انا عايزاك كده عايزاك يوم ما تقابل ربنا تضحك الضحكه دي انت والاستاذه اللي قاعده جنبك اضحك الضحكه دي كانت معرفه انت خدت فلوس انت خدت منهم فلوس عشان كنت عايز تامن لنا حياتنا رحت اتجوزتها بيها ونزلت اتجوزها بيها ونزلت بصي بقول لك ايه والله العظيم انا هثبت لك ان الراجل ده بلاش كلام بلاش والله اي كلام والله العظيم والله انت بتقولي اي كلام اقسم بالله اقسم بالله وحياتها تمام انا هقول لك على حاجات اثبت لك بيها ان هو كده؟ ضحك عليك انت شفتيني قبل كده انت بابا انا متاكده ان انت بابا هو وريني صورك في البيت ده اللي صوره بلا قرف ولا عايزاك تقولي الكلمه دي على لسانك تاني حاضر بابا مش موجود طب انت يا ريت نخلص من قصه بقى الاعلانات دي علشان نخلص هو بيقول لك ان دي مش بنته وانت اصلا مش متاكده مش متاكده من ايه من هي بنته ولا لا يا شيخه مش عارفه بنتك بنت مين والله انت عارفه ان انا ممكن الكلام ده ارفع بيه عليكي قضيه طب انت دلوقتي بس قولي لي ردي عليا وسؤال على قد الاجابه حلفت بالله امشيكي من هنا ماشي اسمعيني بس اسمعيني بس انت لا يا حبيبتي انت دلوقتي مسجلاها ايه ندى ايه لا الكلام ده تساله له هو تساليه على الحاجات اللي انا لما بسالك سؤال مباشر مش بتردي كده عينك فين يا باسم انا خدتش حد فلوس لا خدت فلوس لا خدت فلوس من مين ده لا خدت فلوس لا وقت الاتفاقات خدت فلوس من ابو عمرو وام عمرو عشان تامن بيها حياتك لا اللي قال لك كده ضحك عليكي اللي قال لك ضحك عليا اه طب والله العظيم يا باسم انت واخد فلوس ما تحلفيش بالله والله العظيم انت واخد فلوس ما تحلفيش بالله طب هي هتديله فلوس ليه ام عمرو عشان يامن بيها حياته وهي ليه يعني لقيت فلوس لا مش هي ابو عمرو وام عمرو كانت معاه طب ماشي. عشان كده قال لك ما اتقابلناش غير مره واحده مش مرتين هيديله فلوس ليه هما لاقين فلوس لا انا انت دي بيمشوا بيها بيمشوا امام حياه الناس اللي انت عايشه فيه ده عايز ايه بس انا ما يخصكيش انت والله العظيم انا عايزاك تضحك كده قدام ربنا حسبي الله ونعم الوكيل انا اللي بضحك على فكره والله العظيم بجد قابل وحسبي الله فيك انت كمان طب ممكن نقعد نتكلم والله العظيم ربنا يوريك مننا خطوه خطوه والله العظيم عشان تفهميني انا عايزك تسكت خالص انا عايزك نقعد نتكلم نقعد نتكلم في مكتب او حاجه مش هينفع نتكلم قدام الناس لا صوتك يعلى على اللي معاك مش عليا ما ينفعش نقعد نتكلم قدام الناس عايزه تتكلمي في حاجات شخصيه نتكلم لوحدنا لكن مش هينفع نقعد نتكلم قدام الناس ليه عندك حق وهاخده لو ليكي حاجه هاخديها بس انت مالكيش حاجه عندي وانا عايزاكي تبقي فرحانه قوي كده والله العظيم عايزك تبقي فرحانه بيه. ايوه هتيجي هي كانت معرفه زماله هتيجي الورق معرفه ايه زماله دي كانت معرفه زباله انت بتقول زماله وهي بتتبلى عليك ببنت زماله ايه بقى روحي يا حبيبي روحي انا كنت عايزه بس يعني مش عايزاك تزعلي اتفضلي يلا يا بابا يلا نعم يلا يلا انت قاعد مستنيه يلا نمشي انا مش عايزه اشوفك تاني مش قلتي هوريكي ورق هتتفضل تاخدها وتمشي فين المخرج مش قلتي هوريكي ورق فين ده انا مخرج بلدتي انا عايزه اتكلم مع الراجل تتكلم مع الراجل بتاعي فين الورق اللي هي بتقول عليه ده
مش يا جماعه حد يجي له من الاعداد يقول له استاذ ده ماضي على اقرار ولا مش ماضي؟ ايوه ماضينا. طيب. ماشي احنا ماضينا. مش خلصنا الحلقه؟ بس فين الورق البنت اللي انت بتقولي عليه؟ لا انا هقول ان الحلقه دي انت اللي بوظتها وهدفعك ثمنها يا باسم. انا هشيل الحلقه على حسابي ليه؟ ما انا هشيل الحلقه على حسابي ليه؟ اعملي انت اللي بوظت الحلقه انت ومراتك. اعملي حلقه. مش مشكلتي. لا مش مشكلتي. صح. اعملي حلقه. فين الاسئله اصلا؟ ما شفتش معاكي حتى ورقه سؤال. انا مش عارفه انت ليه قاعده لحد دلوقتي، انا عماله اقول لك امشي امشي امشي. يلا يا باسم نمشي. انا على فكره انا قاعده مش عشان الحلقه، لا الحلقه دي ما تفرقش معايا في حاجه، انا قاعده كنت عشان اشوف ورق البنت اللي انت قلتي هتوريهولي. لا يا حبيبتي هتشوفيه. وريهولي. هتشوفيه فين؟ طيب انا مش حلفت لك بالله ورحمه بابا ان باسم بيضحك عليكي؟ ماشي. ورحمه بابا في تربته ان باسم بيضحك عليكي. ايه اللي حصل؟ واقولها لثالث مره. احكي لها غير. خليها ان باسم بيضحك عليكي. انت تعرفي باسم لما بيبقى كذاب بيضحك؟ تعرفي ان هو بيحاول يداري على اي حاجه يعملها من ان هو بيضحك؟ لا بيتوتر. شفتي بقى انت مش عارفه؟ لا بيضحك. لا بيتوتر والله العظيم بيضحك. والله بيتوتر. بعرفه من عينيه. احنا دكتور زي بعض وعارفين. لا 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 انا وهو زي بعض. انا برده لما بتضايق بضحك. لا هو بقى بيتوتر. بيتوتر ومش بيضحك ويرتبك فبعرف. طيب. ان هو بيجي. حضرتك هتطلع دلوقتي بره الحلقه وتدفع ثمن الاقرار اللي انت ماضي عليه. بتاعتك دي بقى. دي مش بتاعتك. لا بتاعتي لان انا اللي دفعت ثمن الهوا ده. دي مش بتاعتي. لا بتاعتي دي فلوسي. انا هتكلم مع الراجل. لا معلش انت ما كنتش حقيقي قبل كده. الفلوس انت خدتها. انا هتكلم مع الراجل. عايز تاخد حقيقي في الحلقه دي. مريم مريم الله يكرمك ما تعليش صوتك عشان في ناس واقفه. انا هتكلم مع الراجل. انا ما اتكلمتش. انا عايز براحتي. انا اعمل انا عايزاه. لا يخرب بيت الكرامه اللي انت لاقياها دي بجد. مش عارفاك ما تطلعوا يا جماعه اطلعوا بره. انتوا واقفين لي ليه كده؟ انا عايز مين فين الاستاذ هشام؟ ما اعرفش. انا عايز اتكلم مع الدكتور هشام. انتوا جايبين اصلا مذيعه تعبانه في دماغها. هرفع عليكي قضيه رد شرف. خليها ترفع اللي هي عايزاه. يعني مش هينفع بجد. طب هنعمل ايه طيب؟ فين اصلا الاسئله؟ انا عماله اقولها فين ورقي؟ فين الاسئله؟ طب فين؟ انا حر. احنا مش مضرونين. عادي. استني بس استني بس. هو انا يا مؤمن مش قلت لا؟ معلش معلش مش انت قلت لي حد قال لي قلت له لا؟ اخ يعني انت ايه يا بنتي؟ انت قتيله الفلوس اللي هتدفع ولا انت ايه بجد؟ على فكره والله على فكره مدير القناه جيب نفسه قاعد يقول لي عشان خاطري انا ادخله. فانت بتكلمي في ايه؟ فلوس ايه بس؟ ايه حبيبتي من قلبك؟ فلوس ايه بس؟ فلوس دي يعني لا والله مش العظيم. مش احنا اللي لو عندك عزة نفس شويه تمام ادفعي ثمن الحلقه وخدي جوزك وامشي. طب ما احنا قلنا له كده على فكره وخرجنا ومدير القناه واستاذ مؤمن قال لا قال عشان خاطري انا ارجعه استحملينا بقى واحنا نستحملك برضو. هو انا لازم اقوم ازعق وابهدل الدنيا؟ والله ما تقدري. واقول لك ما تقدري. طب ما انت ما جبتيليش حاجه تثبتي بيها اللي انت بتقوليه كله. يا سلام. بنتك اسمها ايه؟ بنتك انت مسمياها ايه في شهاده ميلادها؟ هتشوفي. انت بتقولي له دي بنتك جايبه له بنت ما شاء الله 8 سنين ولا 7 سنين. انت كلك على بعضك الايجو واكلك. مش قادره تصدقي ان باسم ضحك عليكي. لا مش قادره اصدق. فعارفه ضحكتك الحلوه دي هتنهاري دلوقتي قدام الناس لما تعرفي. شكرا. ورجعنا لكم تاني مع باسم. ايه؟ ورجعنا لكم تاني مع باسم ومريم. وانا على الهوا دلوقتي بقول لها كلمه واحده. اقسم بالله ثلاثه، اقسم بالله ثلاثه، اقسم بالله ثلاثه ان باسم بيضحك على مريم. اقسم بالله ثلاثه ان باسم جوزها بيضحك عليها. انه جابها البرنامج ده عشان يعمل فيها مقلب. مريم انت كده بجد؟ ايوه انا بثق في باسم قوي. الله يكملك بعد والله العظيم الله يكملها بعد. لا بجد انا بحب اشوف يعني انا من طبعي حتى مثلا لما حد يقول لي الفلان ده وحش لو انا ما شفتش منه هو حاجه وحشه شاطره انا مش هنجرف مع اي حد مثلا يقول لي ده فلان وحش. لا انا لازم اشوف بعيني. ده اللي مامتي وبابايا ربوني عليه ولازم ان انا مثلا احس الضرر ده. ما ارميش بلايا على حد وخلاص او ان حد يقول لي ده وحش فلا اخد منه جنبه. انت مدرسه
والله العظيم مريم مثال للست المحترمه بنت الاصول العاقله اللي حتى لو كان في ذره شك صغيره في بيت نتناقش فيه ونتكلم فيه. ايوه صح. بس برضو في ثقه بيني وبين جوزي. دي حقيقه. موافقه على ذات الحلقه؟ ايوه طبعا. هتدفع؟ أيوه. عايزه اقول لها ان انت كنت في مراتي في ورطه لا تراجع ولا استسلام وهي بتحبني وبتاع. ايوه.